بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. قل أرأيتم إن كان من عند الله، أي القرآن، وكفرتم به ورطة، تو عنا الكلاب تاع شبه جزيرة الكرب ومعهم مصر ومعهم العام، يعني كلهم في قبضة بني إسرائيل يفعلون به ما يشاءون. إن بطح بطح، هب هب هب، صوت حمار صوت حمار، يعني بدعوا بكم يا كلاب، يا خونة الإسلام، خونة رب الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يتبرم منكم يوم القيامة. هذه حاجة قال يا رب، وقت يقول نبينا عليه السلام أمتي أمتي، يحب العرب الكل، واللي كان يمن في باله اليوم نعم المسلمين، يقول وربي له قد أحدثوا بعدك ما يناقض الإسلام. فيقول من يصدق مولانا كما صدقه عند نزول القرآن، صدقه اللحظة دي اللي في يوم الحساب. قال بعدا بعدا، شكرا شكرا، والسلام. هذه راح الجزيرة سيف